باسمي واسم مؤسسة عواد الشدادي ندين كل العمليات التي ارتكبها الائتلاف وزيارته إلى كردستان، كونهم هم يدعمون الإرهاب ونحن نقاتل الإرهاب، ونحن اللي حررنا المنطقة من رجس الإرهاب وقدمنا شهداء، ولا يروح دم شهداءنا سدى. والائتلاف من خارج سوريا لا يعمل شيء ولا يشكل شيء، الائتلاف على أرض الواقع لازم يكون في داخل سوريا المقاومة، مو يروح يحارب مثلا عفرين وسلكانية وتل أبيض، وإحنا بدنا ندافع عن أرضنا، هاي الأرض اللي تربينا فيها سندافع عنها حتى آخر قطرة من دمائنا.